احتفال بسيط ميدانا منا لتأسيس الرابطة النسائية من منطقة بلدية منطقة تويوة بلدية الغريفة. أو فوشك الشاف منطقة تويوة، كذلك جمعية التميز منظمة نبض السلام للمرأة والطفل، كذلك روضة أمل الغد لتويوة، وجميع المؤسسات الموجودة بالمنطقة نحييهم. كلمة أمانة الرابطة لنساء تويوة للسادة حليمة. بدي تحكولي شو حتعملوا بالعطلة؟ أنا رح أساعد ماما تسوي البيت. أحسنتي. وأنا رح أزن على بابا تشتري لي تذكرة. عليك الخير، ربي كبير، عليك الخير. يا حلولة يا قومي، يا حلولة يا قومي، يا أختي يا قومي، يا حلولة يا قومي، يا أختي يا قومي. أول شيء نتحسسوا مكان الكسر إذا كان في الرجل اليمنى أو اليسرى. شباب نساء محل التويوة بلدية الغريفة، الاحتفالية هذه تخللها الاحتفالية تخللها بعض الأنشطة، في نفس الوقت شارك فيها الفوج بعدد فرقتين، وشارك فيها جمعية الهلال الأحمر، وشارك فيها بعض المؤسسات الشبابية في داخل المحل هذه. الاحتفالية هذه اعتبارها لإشهار هذه الجمعية.